كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. المفروض عليهم التعاقد نزكي هذا الشكل النضالي الذي دعا له التنسيق الميداني باقليم طنجه اصيله ردا على توقيفات التعسفيه ومن اجل المطالبه بسحبها دون قيد او شرط ودون عقد مجالس تاديبيه لانها فاقده الشرعيه وليست فيها تمثيليه الاساتذه المفروض عليهم التعاقد. وبالتالي المطلب الاساسي الان وهو ارجاع الموقوفون دون قيد او شرط وسحب العقوبات التعسفيه التي اصدرتها الوزاره في حق الفوج الاول من الموقوفين الذي تم ارجاعه. وتحيه عاليه لكافه المنابر الحره وتحيه للمناضلين الاساتذه الاستاذات اللي حضروا معنا لهذا الشكل النضالي. يجسد الأساتذة بمديرية طنجة أصيلة شكلا نضاليا انطلق من أمام المديرية الإقليمية طنجة أصيلة اتجاه ساحة الأمم تلبيتان لنداء التنسيق الإقليمي الميداني والذي يضم تنسيقية الثانوي التعليلي التنسيقية الموحدة وما تبقى من التنسيق الوطني. هذا الشكل النضالي يأتي استكمالا للمعركة البطولية التي تخوضها الشغيلة التعليمية من أجل الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم. هذه المعركة كما يعرف الرأي العام تفجرت بتاريخ 5 أكتوبر 2023 دفاعا عن الوظيفة والمدرسة العموميتين وأيضا استكمالا للتضحيات والملاحم البطولية التي قدمها الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد منذ 6 سنوات دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين. أيضا يأتي هذا الشكل النضالي وفاء للتضحيات الجسام التي قدمها رهائن الحراك التعليمي الموقوفين على طول ربع هذا الوطن. وبهذه المناسبة نقول للجهات التي تقف وراء هذا القرار لا دستوري ولا قانوني، هذا القرار الانتقائي، أن هذه التوقيفات لا قانونية لن تنال من عزيمة الموقوفين، وأن سياسة التجويع ووقف صرف الأجور لأكثر من 200 أسرة لن تكبح جماح هؤلاء المناضلين والمناضلات. نؤكد أن أجور الموقوفين محصنة من طرف خيرة أساتذة وأستاذات الوطن، جميع الأساتذة والأستاذات الموقوفين يتوصلون بأجورهم كاملة قبل أن يتوصل بها باقي الموظفين. ولا يسعنا إلا أن نحيي عاليا الأساتذة الذين يحصنون المناضلين ماديا وكذلك كما ترون اليوم يحصنونهم ميدانيا بالنضال والثبات والصمود. نقطة أخرى يجب أن نشير إليها والتي طالما تبجحت بها بعض الأقلام الصفراء وبعض الأبواق وبعض المسؤولين وهو الزمن المدرسي. عندما كان يخرج الأستاذ لكي يمارس حقه الدستوري في الإضراب كان يتهم بأنه لا يراعي حق التلميذ في الزمن المدرسي. اليوم نقول لكل هؤلاء ولغيرهم عليكم أن ترسلوا لجان
مركزية لتقف على حقيقة الزمن المدرسي بالنسبة للتلاميذ الذين تم توقيف أساتذتهم تعسفا وتحية.